إذن رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية ومستمرين معاكم في برنامج عسيف. اليوم ضيفتنا من برا الكويت من مملكة البحرين، ضيفة يمكن أخذت في أكثر من مجال، قدمت كمذيعة، مثلت كممثلة. اليوم معانا في عسيف نسرين، يعطيك العافية. دواك الله نسرين سروري اليوم معانا في برنامج عسيف ونتشرف بوجودك معنا. نورتينا نسرين، نورتي الكويت واستوديو العدالة وبالتحديد على سيف. أول سؤال لك وراء مو استجواب، هو يعني سؤال. شاركت في آخر مسلسل اللي هو على ذمة التحقيق مع هيا الشعيبي، وبعدها اختفيت عن الدراما تماما. هل كان هذا مزاجك أو أن ما في أحد طلبك من المنتجين؟ صحيح، أولا مساكم الله بالخير وأحيي طبعا المشاهدين كلهم، وسعيدة بتواجدي معكم بقناة العدالة. سبب اختفائي كان لسببين. أول شيء إنه كان هو اختفيت عن الكويت فترة، يعني توفى يدي الله يرحمه، فخلاني أنا ابتعد عن المجال وعن الدنيا كلها، فتمت بالبحرين فترة طويلة، تمت تقريبا أكثر من 9 شهور بدون أي شيء. فكرت أرد، لما فكرت أرد لا، هذه السنة حتى ابتعدت عن الدراما لسبب ثاني اللي هو مركزة على البزنس أكثر. طبعا تجارة الذهب، أتوقع أنه في شيء في الذهب صح؟ في هذا الشيء وفي شيء ثاني بعد. بس يمكن شفناك بهالفتره نسرين في السكتشات. صحيح، خطه يمكن اكثر من تجربه. السكتشات الكوميديه تقصد؟ صحيح، لما عشت بالبحرين ورديت البحرين من الكويت، سوق البحرين شيء مختلف عن الكويت اعلاميا طبعا، والسكتشات الكوميديه فيها بكثره. ففي شركه عرضوا علي ان انا امثل باطلع بالسكتشات الكوميديه، وبلشت فيها والحمد لله. يعني راح تشوفون وايد اكثر مني بالايام القادمه، يعني راح يصير عندي تقريبا حسابي شوي راح يتحول الى سكتشات كوميديه بس واقعيه واجتماعيه اكثر مما يكون في اي شيء. قلت ان الاجواء في البحرين والثقافه البحرينيه تختلف عن الكويتيه في موضوع الاعلام او طبعا. ليش؟ مع أنه تقارب، يعني يمكن المنطقة منطقة الخليج كلها منطقة واحدة، يمكن حتى الثقافة البحرينية قريبة من الثقافة الكويتية نوعا ما. صحيح، بس إعلاميا طبعا كلنا ندري أن الكويت هي الأول إعلاميا، سواء كان من ناحية التقديم أو كان بالفن. أنا أشوف أن الكويت بالخليج هي المتقدمة إعلاميا. البحرين فيها تقدم بالإعلام، فيها تطور الحين خاصة مع وجود الوزير الجديد عندنا الأستاذ علي الرميحي، في تقدم في تطور فيها، ولكن ليس بمجال واسع مثل الكويت. يعني الكويت ما شاء الله ذا القناة الواحدة فيها أكثر من 3-4-5 قنوات فيها، فالمجال متوسع. وحتى شركات الإنتاج كإنتاج المسلسلات الدراما والبرامج فيها شركات وايد عكس البحرين. نسرين، حاليا الحين بتشاركين في عيد الفطر في مسرحية من إنتاجك مدينة كريستال. هو المسرحية صاير من إنتاج المنتج البحريني جاسم مهند الدوسري بالتعاون مع شركتي تحت اسم الشركة، شركة جديدة تونا فاتحينها بالبحرين، وإن شاء الله راح تكون هذه أول مسرحية وأول عمل للشركة إن شاء الله. مسرحية أطفال راح تكون استعراضية هادفة بس بشكل جديد ما تعود عليه المسرح البحريني. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ من ناحية كعمل متكامل، من ناحية ما راح نقدمه من مضمون، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية الديكور. طبعاً المسرح البحريني تعود سنوياً يكون عندنا مسرحيات الكبار فقط، المسرحيات الأطفال فيها ولكن يمكن يكون عندنا عمل واحد فقط طفل. مسرحيات الأطفال بالبحرين صارت جداً جداً قليلة، فإحنا داخلين بعمل جداً ضخم على مستوى الأعمال اللي قاعدة تصير بالكويت. يعني حتى طاقم الفني صار تقريبا 95% كويتي. منو الابطال العمل؟ عندنا المسرحيه من اخراج الفنان خالد امين، من بطوله خالد البريكي، محمد صفر، يوسف البلوشي، عبد المحسن القفاص، غدير السبتي، وبشار الجزاف. وعندنا من البحرين عندنا الاستاذ جمعان الرويعي، عندنا شيخ زويد، ايمان الحسيني، وبعد في نجوم لحد. ليش اخترت الكاست الكويتي؟ ليش الكاست الكويتي؟ اوكي. هو طبعا على الجمهور، لان اذا تبين تكسبين الجمهور يكون كجمهور متكامل، كان جمهور بحريني سعودي خليجي يحضر المسرحيه، تاخذين النجوم اللي متوفره سواء كانت النجوم الكويتيه، في نجوم بحريني مثل استاذ جمعان الرواعي عندنا كنجم بحريني، فتاخذين النجوم اللي يجذبون لك الجمهور بشكل عام،
ومنها تفكرين مستقبلا، يعني احنا فكرنا فيها مو بس ان هي تكون بالبحرين، فتنتقل المسرحيه بالخليج كلها. فاختيار النجوم صار ان انا لما انتقل فيها بالخليج كلها راح يكون جمهورها متواجد بكل مكان. بس معقوله بعد هالفتره يمكن خلينا نقول الفنيه اللي عاشتها يمكن البحرين، حتى يمكن هناك نجوم بحرينيات وبحرينيين طلعوا يمكن مثلوا خارج البحرين، ليش ما تعتمدون عليهم؟ يعني خلت تكون الصبغة بحرينية أكثر ما هي صبغة كويتية. موقعين أكثرهم مع منتجين التزامهم بأعمال ثانية عندنا بالبحرين. واجهتي صعوبة في العمل هذا؟ صعوبة في العمل الحين كأنت بالمسرحية؟ والله هو تعب وايد، لأنه مو بس عندنا كمسرحية، عندنا مهرجان متكامل، يعني مسوين شيء ما صار بالبحرين، داخلين شراكة مع شركة ثانية اللي هو مستثمر طارق عامر، داخلين في مهرجان متكامل من رمضان إلى العيد. المهرجان يكون في نوع القرية العالمية، إنه في بوثات من دول مختلفة، من الكويت، من السعودية، من الخليج، من سوريا ومن غيره. فهاي الصعوبة اللي عندنا، ان انا اركز على تنظيم عندي المهرجان من جهة، وعلى المسرحية انتاجيا من جهة ثانية، غير هذا ان انا ممثلة بالمسرحية بعد. شيء حلو. يمكن في فترات شفناك مقدمة برامج وقفتي عن تقديم البرامج، هل خلاص هذا خلينا نقول اللون او الاتجاه تحول الى التمثيل والفن؟ طبعا لا، التقديم يظل اول حب لي وشغف وعشق حقي، وراح يظل اخر شيء عندي. بس وينك الحين؟ ما اشوفك. صحيح، يعني مثل ما قلت لك، يعني عندنا قناه واحده بالبحرين، فما صار يعني ما رجعت لها، ما رجعت القناه بس لها. في مذيعات غيرك عفوا ان ما زالوا مستمرين في التلفزيون وفي التمثيل. صح كلامك، يعني بس انا لحد الان انا تعييني متواجد على تلفزيون الكويت. يعني انا اذا برد الكويت من بكره، يعني اقدر ارد واقدم تلفزيون الكويت، والحمد لله على هذا الشيء، وافتخر ان انا تلفزيون الكويت ماسكتني واقدر اقدم فيها باي وقت. ليش ما تسوين برنامج من انتاجك؟ راح يصير هذا الشيء ان شاء الله قريبا، وراح اتوجه الى قناه راح تكون قريبه من البحرين ولكن بشكل جديد ومختلف. شلون يعني قريبه من البحرين؟ راح تكون قناة خاصة اللي هي قناة الدمام. نعم، بشكل جديد ما تعود عليه، راح يكون هم رياضي ولكن تعرف يعني الستايل لازم العباية والشيلة، ويكون يعني ستايل ما تعودوا عليه انه يكون رياضي. لما دشيتي تجربة التمثيل حسيت ان فيها صعوبة عن التلفزيون ولا لقيتي انه شيء طبيعي وعادي؟ اول ايام وايد يعني كان لازم كل عيوني على الكاميرا، ادور الكاميرا متعودة ادور الكاميرا، بس بعدها شوي شوي تعودت. يمكن اكثر خلينا نقول الممثلات اذا تكلموا عن الوسط الفني يقولون احنا ما نحتك بالوسط الفني لانه غير صحي، ويتذمرون من بعض يمكن المواقف. شنو رايك انت بالوسط الفني وانتمائك كزماله صداقه في هذا الوسط؟ نفس الحكي مثل ما يقولون الكل، انا ما احتك فيهم وايد، يعني عشت بالكويت تقريبا سنين طويله، كلهم زملاء، كلهم يعني صداقة، نطلع نتلاقى بمكان على عيني وراسي. عندي صديقات بالمجال الفني، ما أقول لك ما عندي، يعني عندي مثلا عندك شذا سبت من على صديقاتي، شيلا سبت، عندي وايد صديقات بالمجال الفني. نفس الوقت عندي من خارج الوسط، فما أشوف أي أي مانع أن يكون من الاثنين. طيش العافية قوات الله، تشرفنا بوجودك اليوم معنا في برنامج عسيف، تكلمنا عن مواضيع يمكن كثيرة تخصك، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في القادم يمكن من الأيام. أجمعين يا رب، شكرا. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شي رح ننتقل مع فقرة عشاننا وزميلنا فيصل العجمي.